يرفض مجلس الإدارة بشدة، يرفض مجلس الإدارة الاقتراحات بكلمة اكتفاء بالنص على المحاكم فقط في باب السلطة القضائية دون غيرها، دون غيرها من الهيئات القضائية، لأن هذا رأي يشبه إقصاء بعض الهيئات القضائية ومنها النيابة الإدارية عن الأطر الدستورية المطلوب صياغتها لشأن هذه الهيئات، وهو أمر جد خطير من شأنه أن يعصف هذه الهيئات ويزيلوها من الوجود، وهو أمر غير مفهوم حتى في ظل النظام الفائت القائم على الظلم والعدوان على هذه الهيئات. كما يرفض مجلس الإدارة الاقتراحات بشأن رفض النص على النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بالدستور مع الاتساع برأس المادة 167 من الدستور السابق، والتي تحيل القانون بشأن هذه الهيئات القضائية، باعتبار أن هذا الرأي يمثل ردة إلى زمن قد ولى وانتهى، ويمثل رفضا بالاعتراف بالثورة التي بجرت وجه نصره، وكان من ثمارها إعادة رسم كافة القواعد على أرض مصرنا العزيزة ومنها الخريطة القضائية. كما يرفض مجلس الإدارة آراء ممثلي بعض الهيئات القضائية من تبني فكرة إيجاد مجلس أعلى يقوم بعض الهيئات القضائية دون البعض الآخر، باعتبار أن ذلك ينطوي على عنصرية منقوصة وتمييز غير مبرر كانت من بين أسباب الثورة، ويهدي قيم الحق والعدل والمساواة والإنصاف، وهي قيم كانت من أهداف ثورتنا المباركة. ثانيا، يؤكد مجلس الإدارة إصراره على التمسك بالآن ضرورة ترسيخ المساواة التامة والكاملة بين كافة الهيئات القضائية القائمة بما يكفل توفير كافة الضمانات الدستورية والقانونية وكذا كافة المزايا المادية والأدبية لأعضاء هذه الهيئات على قدم المساواة دون ثمة تمييز بينهم في أي أمر من الأمور صغيرة كانت أم كبيرة. كما يؤكد على ضرورة النص على كل الهيئات القضائية في هذا الدستور مع تحديد اختصاص كل هيئة قضائية بالنص الخاص بها كإطار ومرجعية دستورية للهيئة القضائية للحيلولة دون التغامر على اختصاص هذه الهيئات من أي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية. كما يؤكد مجلس الإدارة أن النص المقترح للنيابة الإدارية في ضوء مناقشات وموافقات والتقرير من جانب أعضاء لجنة نظام الحكم في الجمعية التأسيسية يجب أن يكون بالصيغة التالية: صيغة النص، النيابة الإدارية جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وأعضاؤها غير قابلين للعزل، ويكون شأنهم شأن أعضاء النيابة العامة في كل الأنظمة المقررة أو التي تتقرر، وهي الأمينة على الدعوة التأديبية تختص بتحريكها ولها وحدها دون غيرها رفعها ومباشرتها أمام قضاء التأديب، ويراد بها دون غيرها التحقيق والتصرف في المخالفات الإدارية والمالية التي تقع بالجهاز الإداري للدولة والجهات التي تعد أموالها كلها أو في جزء منها أموالا عامة. كما يراد بها وحدها دون غيرها الفحص والتحقيق، الفحص والتحقيق في كل ما يتكشف للأجهزة القضائية التي تخضع للمفوضية العامة لمكافحة الفساد وأي أجهزة أخرى مستقلة تجازف هذه الرقاب ولها تصرف بشأنها تأديبيا، وتحيل الجرائم الجنائية للتكشف بعد التحقيق إلى النائب العام للتصرف. كما يراد بها متابعة أداء كافة المرافق العامة، ويجب عليها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن على الوجه الذي يوصفه القانون كما يحدد القانون اختصاصاتها أخرى. ومجلس الإدارة لا يخطو أن يخاطب كل المستويات المسؤولة في هذه الدولة، ولنبدأ بالسيد رئيس الجمهورية، السيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. نقول لكم أن من أهم أسباب ثورة 25 من يناير 2011 كان التمييز والتهميش الغير مبرر ومحاولة البعض إقصاء البعض الآخر
بدون سند من الدستور او القانون.